ياما ناس تابت وبدأت الطريق وأقبلت على الله وترك الذنب وترك المخالفة والتزم بالطاعة، وجاءت العصرة فعصرت قلبه وضغطت عليه فصرخ ثم عاد. عاد لما كان عليه من ذنوب، بل أحيانا أسوأ. انتكس بسبب إيه؟ أنه لم يجاهد نفسه في هذه اللحظة، لم يقاوم نفسه في هذه اللحظة، لم يصبر على نفسه في هذه اللحظة. يقول: والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. العارف بقى الموفق المستبصر هو ماشي في الطريق، فلما جاءته هذه، لما اشتاق لذنب زمان، فيش حد بيشتاق لذنب زمان؟ ممكن فين أيام زمان؟ فين أيام زمان؟ ما هي فين أيام زمان دي تثبت إن أنا كنت شايف نفسي ولسه شايف نفسي إن أنا زمان كنت إيه؟ كنت جامد، مبسوط بنفسي زمان، مبسوط من الماضي، وده شيء غير جيد. فهذا الأمر يجعل في القلب حرقة، ضغط، ألم، حزن، وإن لم يكن إلا على فراق هذا الشيء. فلو تحمل المستهدي بالله ألم هذه الضغط والعصر والألم والحزن وجاهد نفسه وقاوم نفسه، لو عمل كده ايه اللي يحصل؟ هتعدي، وبعد ما تعدي يأتي الفرح. ولكن لو ما قدرش وقرر انه خلاص لا نرجع تاني، ايه اللي يحصل؟ يرجع للذنب تاني. وما يرجع للذنب تاني يبقى تعلقه بالذنب يرجع ايه؟ اشد، ومقاومته للخروج من الذنب تاني أصعب. لأن التردد على الذنب رايح جاي رايح جاي ده أصلا بيضعف القوة. عارفين الأستك؟ ها؟ لما تشده كده وترخيه وتشده وترخيه وتشده وترخيه وتشده وترخيه، بعد كده تلاقيه إيه؟ مهلهل. هلهلت انت هيرخرخ خالص. تيجي بعد كده تلاقي ان الاستك ده بقى ايه؟ بقى زي الحبل كده، لا يشد ولا حاجة. ليه؟ من كتر الرايح جاي. وده من موانع الهداية، ده اللي يخليك تحود ما تعرفش ترجع تاني. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفر، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله إيه؟ ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنه عمال يروح ويجي، عمال يروح ويجي. إنما لو جابها من أول مرة وقاوم يثبت، عشان خاطر كده اللي بيروح ويجي كتير في خطر شديد. الله عز وجل يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلو جبته من أول مرة أنت في أمان. طيب ما أنا مش هعرف أجيبه من أول مرة. ليه؟ ما أصلي وقعت في الغلطة. ما احنا بنقول لما أطلع من الغلطة إيه اللي هيحصل؟ ستجد عصرة فتحمل.